طيب انا بتكلم مع حضراتكم على ابو صلاح كده لقطتين، احنا الحقيقه فريق السادسه يعني لقطهم، حابب اتكلم فيهم مع حضراتكم. اللحظه الاولى انتقال محمد صلاح لبازل، اول فريق لعب فيه في مشواره الاحترافي في اوروبا، وبالتاكيد طبعا حضراتكم شايفين الصوره دي وشايفين التاريخ بتاع التويته. التويته دي بتاريخ ديسمبر 20 ديسمبر سنه 2013، بتقول ايه؟ والصوره دي لصلاح بتيشيرت اف سي بازل، فريق السويسري اللي لعب فيه او اللي بدا فيه صلاح في بدايه المشوار من 2013، وفريق ليفربول حاطط عينه على محمد صلاح. يعني الناس هناك شافوا في الراجل ده انه موهبه، ممكن يكونوا ادوا له الفرصه انه يطور مستواه، انه يتالق اكتر، انه ياخد خبره اكبر عشان يكون في يوم من الايام صلاح ده اللي انتوا شايفينه في الصوره دي. وحساب الشامبيونز ليج نفسه بيحتفل بنجمنا المصري وبيقول محمد صلاح دلوقتي سجل في 9 مباريات متتاليه في مشواره مع ليفربول في كل المسابقات باجمالي 11 جول. هنا الرقم 9 مباريات متتاليه ده رقم اعجازي لمحمد صلاح، لانه ما فيش حد قدر يحقق الرقم ده غيره هو. يعني هو في المباراه الاخيره قبل مباراه اتلتيكو مدريد كان هو ودانيال ستارج في نفس المرتبه، مكان رقم واحد او المركز رقم واحد باجمالي تسجيل في 8 مباريات متتاليه. دلوقتي صلاح ولو سجل في اللي جاي اعتقد انه عمل رقم هيفضل كتير قوي عقبال ما يتكسر. النقطه الثانيه بقى واللي حابب اتكلم فيها وبحب دايما اتكلم فيها بستمتع الحقيقه وانا بتكلم فيها عشان نفسي الولاد الصغيره تعرف وتفهم. محمد صلاح لما طلع اوروبا ما كانش في حد في مصر يسمع عنه، يعني ما كانش في حد يعرف مين محمد صلاح. الراجل ده سافر من المقاولين، جاله عقد احتراف في بازل سويسرا، اساسا ما حدش فينا مش بيتابعها، ما يعرفش اساسا اسماء انديتها. ممكن لو حد يعني جامد قوي في الكوره يقول لك نيو شاتل وبازل، دول الفرقتين اللي يمكن يكونوا معروفين شويه. غير كده الكوره السويسريه كوره مجهوله، وانك انت تلعب في الدوري المصري احسن بكتير جدا كشعبيه وكنجوميه وكفلوس، ممكن تبقى افضل بكتير جدا من كره سويسريه او الدوري السويسري. لكن الراجل راح. واللقطه الثانيه مش بس بقى فكره انه ليفربول متابع صلاح من 2013، لا، اللقطه الثانيه انه الراجل ده كان ممكن جدا جدا يكتفي بالانجازات والنجاحات اللي حققها مع فريقه. راجل فاز بالشامبيونز ليج وفاز بالبريمير ليج وبقى هداف المسابقه مرتين ورا بعض، دي اسباب كتيره، وعمل فلوس ما شاء الله وبقت شهرته ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا. كانت اسباب كتيره جدا ادعى للانتخه والفنتخه وتمام كده اتعشت زي ما احنا بنقول. لكن الراجل الحقيقه عنده قدره غريبه جدا على انه يجدد الدوافع وانه ما يوقفش عند نجاح وانه ما يكتفيش بمكانه وصل ليها. اللي يشوف محمد صلاح السنه دي ما كانش يتوقع حجم التطور الكبير جدا، وخلينا نتفق انه صلاح السنه دي افضل بكتير، نسخه محمد صلاح 2021 افضل بكتير جدا، مش تقليلا من انجازاته ولا امكانياته في السنين اللي فاتت، لكن لا، صلاح اتغير، صلاح اتطور. محدش يقدر ينكر انه صلاح كان بيعتمد بشكل كبير جدا على السرعه، يعتمد بشكل كبير جدا على استغلال المساحات، يعتمد بشكل كبير جدا على القدره على التمركز اللي بتساعده على انه يجيب اهداف. لكن صلاح اللي احنا شايفينه السنه دي نسخه ميسي ورونالدينيو زي ما قال جو كول. الحقيقه هستعرض مع حضراتكم ارقام صلاح وانجازاته ونتكلم اكتر على اهميه العين اللي بترصد وبتشوف وبتكتشف النجوم والمواهب، بس بعد ما نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم.